والتكريم دائما حاجه زوينه في الكارير ديال الانسان، ولكن من تكون في بلاده وفي طنجه حاجه احلى من العسل. اولا تواجدي غير انا وابو فرحانين بزاف، لان ملي كنتلاقاو كنكونوا دائما ناشطين وفرحانين، سيرتو ملي نتلاقاو مع الناس بحالكم. المنابر الاعلاميه تبارك الله اللي ذائعه الصيت، وكذلك في ديزيفينمون بحال هادو كنتكرموا في بلادنا، في عروسه الشمال في طنجه، ما نكونوا الا فخورين كوننا حنايا كفنانين مغاربه او كرياضي كعبو. بالعكس تظاهره كبيره بحال هذه، ايفينمون كبير بحال هذا اللي كيجمع اسماء مرموقه وكبيره من العالم العربي، فخر لينا حنا في المغرب. الله يعزكم، هذا شرف لي نكون في مدينه طنجه بحال اللي قالها السيد دوزي، وان مدينه تبارك الله فيها الحركه بزاف وفيها التكريم ما شاء الله. هذا الايفنت تبارك الله دار بزاف الرواج وجاب بزاف الفنانين، والناس يكونوا دائما عندهم طموحات باش يوصلوا، وان شاء الله شكرا للجميع وحنا فرحانين نكونوا معكم. Beautiful country, and it's my very first time in North Africa. As you can see that thanks to my wonderful stylist and designer Romeo Couture for designing me in such a beautiful outfit. As you can see, I'm wearing traditional Morocco garment, you know, the traditional Moroccan dress with the belt and with the beautiful handbag. So I'm really happy. توني أقول لصاحباتي البنات مغربيات، أقول لهم لما أجي على المغرب ما أبغى أطلع، أبغى أجلس، فيها راحة نفسية، فيها جمال، وعندي صاحبات صار كتير، وكل مرة بجي بتعرف على صاحبات أكثر وأكثر، صار عندي عيلة. أنا فرحانة بزاف لأن فريمون هذا سي ان ايفينمون اللي أول مرة غيدار في المغرب. طنجة سي اون تري بيل فيل اللي كتعجبني بزاف، خاصة نبدا نجيو نشوفو بزاف بحال هاد لي زيفينمون. تبارك الله شي كونطون باسكو يا تقريبا لي ستار كاملين ديال المغرب كاينين هنايا من كاع لي دومين، كلشي كيشجع وكيفرح. تلقيت الدعوة لحضور The Luxury Network Awards بغاية السعادة والسرور. أستاذ أحمد سليمان دعيني فسر لي أهمية هذا الإيفنت، وسعدت كثير بهذا الجمع والحشد الموجود سواء من شخصيات سياسية وفنية واجتماعية ومن المغرب العربي وكل العالم.